مش معقول كل يوم نيجي نقف تحت البيت عندك، اما لازم نخرج نتحرك نتحرك اما بس نتحرك عشان مرارة يطفئك، مفيش غير اي واحد. وبعدين يعني انت قاعد بترازيني قاعد على التليفون، معنيين نقف مع بعض؟ بشوف بس الصورة. طب معلش كده ثانية بص، ما تخافش. هي مين؟ صاحبتي. ازاي بقى صاحبتك؟ عايز زي الناس يا صاحبي. صاحبتي هي دي اللي انت قلت لي عليها هتخطبها؟ انت ايه مشكلتك يا اسطى؟ يا عم انا مش بقطع عليك والله العظيم، بس دي صاحبتها. صاحبتك انت ازاي يا اسطى؟ طب معلش ممكن تكلمها عشان خاطري؟ معلش دي البيتزا اللي هي متصوره بيها دي، الصوره دي انا اللي جايب البيتزا دي بتزيت ايه اللي انت لسه عامل عليها الرياكت دي. كلمها كده معلش وافتح السبيكر. انت معاك رقمها يا صاحبي؟ معايا والله العظيم ثلاثة بس. طب انت وريني كده الرقم اللي معاك. كلمها 318 اخر والله هو. وحشتيني بس. وانت كمان وحشتني قوي. عامل ايه يا ارنوبي؟ تمام. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ ارنوبي الحمد لله يا حبيبي. يا اخبارك؟ تمام. انت فين كده؟ انا عند بنات خالتي في التجمع. عايز اشوفك. طيب ملهاش بنات خالي في التجمع اصلا. ايه طيب ممكن ايه بالبكره؟ بكرة على امتى؟ يعني 3 4 كده. ماشي. اللي ما بنزلش العصر. 2 بكرة هتلاقيني تحت بيتك نفس ماشي مكان المرة اللي فاتت، بس مش هطلع بقى. وانت ماشي بتطلع؟ يا حبيبي. يلا اوكي حياتي. باي باي يا باي باي. باي. امها صاحبتي وعارف عارف عيلتها كلها بقى، بطلع عادي. يعني انت تعرفها من امتى مثلا؟ ما سايبني عارفها مدة. من سنة ونص. طب قصة ازاي حب سنة ونص؟ بدأت انت دخلت امتى في السنة ونص؟ ولدت فاهم ما بيننا، والله العظيم هو ولا هترد عليك هي اصلا، والله ولا بترد على ارقام غريبة. قال لي انا ما بردش ارقام على ارقام غريبة. غريبة ايه؟ اصلا. ما هو انا مش كده، انا مش رقم مش غريب ازاي يا اسطى مش هترد يا يعني. باشا؟ ولا حد رد اهو. اقفل يا باشا. الو ايه روح الروح دبدوبي، قلب دبدوبك. ما اي ميس يو. ميس ايه يا يو اسطى تو. عامل ايه يا روحي؟ تمام يا حبيبتي. كده كلتي بقالك ساعتين ما تكلمنيش. انت؟ كلتي انا يا روحي كلت البيتزا اللي انت بعتها لي. كسترة جبنة زي ما انت بتقولي وبتحبيها. البيتزا بحبها قوي. اه تسلم ايدك يا روحي. وحشتني قوي وانت يا كمان. اسطى. ما تراي شعوري يا اسطى. ماشي يا حبيبتي انت كويسة. انا عايز اشوفك بكرة. بكرة؟ لا بكرة صعب الصبح عشان عمته تعبانة وعندها ميعاد مع طب انت الدكتور. فين؟ انت فين دلوقتي؟ انا اه مفيش، قاعدة مع اصحابي هناك في مي نصر. اه ما انا قلت انا ما بعرفش التجمع، ظلمتك انا. ماشي. ده التالت ده يا اسطى ولا ايه؟ طب خدي بالك على ماشي نفسك يا انت روحي. بس. ينفع وانت اشوفك كمان بكرة؟ يا روحي. انا حبي قلت لك صعب بكرة، عمته بكرة عندها مع الدكتور. انا بقيت عمته. ماشي يا حبيبتي. لا اله الا الله. محمد رسول الله يا روحي. خلي بالك من نفسك يا بيبي. ماشي. لا سلام. في إله واحد إلا كير. باي الله. باي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ايه يا عم؟ وانت ارنوبي ازاي من انهي الناحية؟ طب والهدايا والحوارات هدايا ايه والحواليت؟ يا اسطى؟ انا صارف بتاع 30,000 جنيه يا اسطى رموها صاحبتي يعني. في انا السنة يا اسطى. رموها كل يوم بكلمها. امها كل يوم بكلمها ده انا بقولك يا ان اسطى. امها صاحبة امي يا اسطى. هي صاحبة امك كمان؟ عاملين معايا؟ ألفت؟ انت ألفت؟ قولوا المصحف تعرفها؟ التخينة؟ دي العجلة بقى. ده انا ناقصه بقى. تمام يا اسطى. انا رقت قلب قلبها شغاله دي جي بام بام طب بام. هي ازاي؟ دماغها دي ايه؟ شبكه حيتان. طب مش بني ازاي ادم طيب؟ دي. لسه بام جايبها لي بام حط تليفون ايدك يا دي اسطى. جي بام بام. بص طب ازاي يا اسطى؟ ده جايبها لي تليفون ب 13,000 جنيه يا اسطى في عيد ميلادي اللي فات. طب ازاي؟ وجابت لي تورتايه وبتاع فاهم؟ يعني انا شاري لك انت التليفون ده؟ انا جايبه لها فعلا ب 13,000 جنيه. ده انا لسه بدفع قسطه. يعني انا جايب تليفون لصاحب الدكر.